السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. صار لي زمان ما طلعت فيديو على القناه، قلت بنزل هذا الفيديو عشان في معلومات حلوه بحطها لكم. ما في اي شرح، ما في شيء، بس في معلومات اتوقع انها بتفيدكم. في كلام طويل بقوله، يمكن ما بيطول بالكلام، زبده الحديث انه ان شاء الله بتستفيد بالنهايه. الفيديو هذا بيكون قسمين. القسم الاول ايش حصل لما انتقلت على الماكنتوش، ايش التجربه، لانه في ناس كثير قال روح جرب واعطني رايك والله ما راح تندم الى اخره. والقسم الثاني راح اتكلم عن ايونيك، اللي هو عباره عن فريم ورك خاص لبرمجه التطبيقات. اوكي، اللي طبعا برضو ايونيك صرت شغال عليه من يوم اشتريت الماك تقريبا، لا قبل، بعد ما اشتريت صار لي شهر ونص تقريبا اشتغل الان على الايونيك، او ممكن شهر وعشرين يوم، شغله زي كذا. عموما خلي اعلمكم اول شيء تجربتي مع الماك. طبعا الكثير من الناس انتقد الانتقال وليش انتقلت، وبدون ما يفكر انا بالضبط ليش انتقلت. يعني اذكر واحده من التعليقات يقول كل الناس اللي يستخدموا لينكس ويستعرضون بلينكس في النهايه انتقلوا الى ماك. هذا كلام غير صحيح. ماشي، اتكلم عن تجربه شخصيه. اللي قال لي الى ماك انا وضحته جدا، هو اني ابغى ابرمج تطبيقات الاي او اس. ماشي، كيف تبرمج تطبيقات الاي او اس بدون ماك؟ طبعا الان في واحد جاب راسه عده اشياء بيقترحها. قبل ما تقترح انا مجرب الاقتراحات هذه كلها. ماشي، اولا قانونيا هذا غير قانوني. ماشي، اذا انت بتقول لي نزل نسخه ما ادري ايش وذا. حاجه ثانيه بتكلم بالقوانين، لما تبغى تبرمج تبغى تسوي ببلش او تبي تتعرف نفسك كمطور قبل لازم يكون عندك ماك. قضينا. طبعا في ناس بيقول استخدم فريم ورك زي ايونيك مثلا عشان تبرمج تطبيقات الاندرويد والايفون بدون ما تحتاج انك تشتغل على مثلا اكس كود. برضو يبقى في نقاط معينه، في مرحله معينه لما تبرمج بالايونيك لازم يكون عندك ماك. على سبيل المثال اذا بتسوي بتشغل المحاكي الايميليتور ما بيشتغل على لينكس، انسى، لازم يكون عندك اكس كود. فعموما هذا هو السبب الوحيد اللي انتقلت. تجربتي بعد شهرين، الان شهرين الا كم يوم تقريبا، الا يومين، كنت يوميا اشتغل على هذا الجهاز لمده شهرين معدل لا يقل عن 10 ساعات، خلينا نقول من 8 الى 13 14 ساعه يوميا كمبرمج. طبعا هذا الرقم عادي، في مبرمجين يقعد 20 ساعة ما ينام. ايش اللي حصل؟ ايش عطنا انطباعك؟ طيب، في كلام بيعجب بعض الناس وكلام ما راح يعجب بعض الناس. اولا كنظام تشغيل لا احد يعترض عليه، طبعا معروف نظام ماكنتوش و الى اخره، بقوته وجودته طبعا، وبرضه الويندوز ما حد يقدر يغلط عليه، معروف بقوته وجودته. بنقاط معينة طبعا، كل نظام تشغيل له نقاط معينة جيد فيها. نجي نتكلم عن الويندوز، جودته، سهولة استخدامه، متوفر في كل مكان، برامجه متوفرة في كل، يعني كل شيء، وبنفس الوقت الكل يعرف يستخدمه، هذه نقطة قوة. خلنا نخصص كلامي على الماكنتوش بس. أول شيء النظام كان نظام جميل جدا، سريع إلى آخره، ولكن أنا سمعت كلام كثير وحاب أحط الآن نقاط على الحروف، أنه النظام ما يعلق وأنه مدري إيش. طبعا مقارنة بلينكس، انا استخدامي في لينكس نفسه نقلته على ماك، انا مطور ويب ومطور تطبيقات، فانتقلت الان اشتغل هناك بنفس استخدامي بالضبط. طبعا مستحيل يكون نفس الاداء لاسباب كثيره. في طبعا سهوله بلينكس بنقاط معينه. اوكي، لما تجي تشتغل على الويب سيرفرز والحاجات دي، اساسا لينكس هو ويب، هو الويب كله، فموضوع لما تشتغل على الويب سيرفرز بتشتغل على لينكس نفسه بيكون الموضوع اسهل لك. طبعا في سوليوشنز ثانيه هو اللي اضطريت ان انتقل له، زي استخدام الفاجرنت مثلا وغير. الفاجرنت طبعا كنت استخدمه حتى على لينكس، اللي هو محاكي تشغله وتشتغل عليه، ولكن لما احيانا تبغى تسوي حاجه على اللوكال هوست عندك ما بيزبط الكلام هذا على الماك، واذا بيضبط في مراحل كثير بتمر بما لا داعي. انا اتكلم عن المبرمج. طبعا موضوع التعليق والشغلات هذه برضه غير صحيحة، لانه اكتشفت انه اذا يعني قريب من لينكس ممكن اقل من لينكس بشوي. طبعا انا اقارن الان بلينكس مينت، ها، ما اقارن بارتش لينكس، ما اقارن بديبيان، ما اقارن باي شيء ثاني، لان هذول توزيعات ما حد يقدر يقارن فيهم الماك، لانهم طبعا ارس طلع لهم موضوع اتكلم ديبيان، لان ديبيان تعتبر صخرة مستقرة جدا. لكن انا اثناء عملي يعني تقريبا بعد ما اشتغل على الجهاز فترة طويلة يعلق، بيقولوا لي جهازك ضعيف ما ادري ايش، جبت افضل جهاز حق ابل اللي عندي الان هو الماك برو تاتش. اوكي، اللي هو 15 انش، طبعا مواصفاته خرافيه، بس مع هذا في مشاكل. طبعا دائما يعلق علي وانا كنت اشتغل على برمجه معينه، يعني يعلق الاكس كود، احيانا يعني فجاه البي اتش بي ستورم يطفى، مو بيطفى، يبدا يعل، ما يصير، ما ينجن الجهاز. فبالنقطه هذه حصل في مشاكل، ولكن حتى نذكر النقاط الإيجابية، في سهولة استخدام
نعم في سوء الاستخدام لأنه تقريبا الواجهة بسطت للمستخدم. فعموما هذه حبيت أعطيكم زبدة التجربة هذه هنا تمام. بعض الناس لما شاف انتقلت على الماك قال لي طيب بشتري ماك ايش تنصح؟ ليش اذا كنت مو مضطر لا اخي لا تشتري معليش ترى جهاز غالي وعلى لا شيء. يعني انا كان عندي جهاز دل وذكرت هذا الكلام قبل مواصفاته افضل من هذا وكان سعره 7000 ريال يا شيخ هذا ب 11400 ريال. عموما الان عرفنا الزبده عرفنا الكلام خلاصه الحديث انه في بهرجه كثيره صايره اكيد على نظام لينكس انه احسن نظام بالعالم. نفس البهرجه هذه صايره على الماك ولكن تجربه على الواقع برضو كل مستخدم له ظروف وانا اتكلم عن ظروفي انا كمستخدم واجهت انه اذا كان مو مثل لينكس بيكون اقل من لينكس شوي ماشي. وطبعا ناهيك عن القيود اللي فيه انا ما تعودت على القيود اطلاقا متعود انه كل شيء اسويه ولكن في قيود كثيره ويعني مو مرتاح صراحه بالقيود هذه. لا أحد يجي يقول فعل السوبر يوزر وزين وعد. أنا أتكلم عن مستخدم بدون ما يقدر يحربش ها في حريته كذا قدامه بيده. الآن خلنا نتكلم عن أيونيك ونطلع من الماك. أيونيك إيش هي أيونيك؟ ما شيء اللي ما يعرف أيونيك يبحث عنها IONICE. هذه أيونيك عبارة عن فريمورك يجمع ما بين أشياء كثيرة أوكي. واحدة من الأشياء هذه كوردوفا وأنجولر ما شيء. هو الغاية من الفريمورك هذا والايونيك انه بالنهاية تطلع لك تطبيقات نيتف ماشي. تخيل تطبيقك لما تخلص بيطلع نيتف. ليش نيتف؟ لانه هو بيسوي له بيلد للاندرويد وحده ويسوي له بيلد للاي او اس وحده ماشي. هذا يعني انك تقدر انك بعد ما تسوي بيلد للتطبيقات تفتح الاندرويد ستوديو وتشتغل على تطبيقك اذا حاب تعدل اشياء مو موجودة مثلا بالايونيك مع انه اغلب الشيء موجود. تقدر تفتح البروجكت حقك برضو على الاكس كود وتسوي كومبايل من هناك اذا حاب تسوي كومبايل برضو من هناك. طبعا هو الايونيك نفسه تسوي كومبايل. نظرة سريعة الايونيك بعد التجربة بصراحة شيء خطير. يعني كنت اضيع وقت اتعلم على السويفت واتعلم على الجافا عشان ازين تطبيقات اكتشفت انه مضيعة وقت. كمطور ويب هذه عبارة عن مضيعة وقت وحتى لو ما كنت مطور ويب برضه مضيعة وقت. راح اقول لك ليش. كمطور ويب انت اوريدي يعني عندك المعلومات الخاصه بال HTML وتعرف تتعامل مع CSS والجافا سكريبت صح ولا لا؟ صح. هذه الاشياء تعمل معها بالايونيك فقط. اتعامل مع انجولار وهي عباره عن مكتبه جافا سكريبت اصلا وراح اتعامل مع CSS وال HTML. هذه الثلاث اشياء راح تخليك تبرمج اي شيء تبيه بالايونيك. بالنهايه يطلع عندك التطبيقين الظريفات هذه. طبعا تقدر تستخدم ميزات نيتف بالاجهزه على سبيل المثال الكاميرا مثلا تقدر تستخدم اللوكيشن تقدر تستخدم ايش استخدمت بعد انا الكاميرا واللوكيشن والستوريج داخل الجهاز اذا حاب تسوي SQLi داتابيس شغلات جميله جدا. وفي النهايه زي ما قلت لك يطلع بالنسبه لك كمبرمج مو مبرمج ويب راح اقول لك ليش مضيعت وقت. لانك بتدخل تبرمج لانك اول شيء راح تضطر تتعلم سويفت وراح تضطر تتعلم جافا طبعا اذا كنت ما تعرفهم اتكلم. حتى لو كنت تعرفهم انت راح تكتب كود هنا وترجع تكتب كود هنا. ليش ما تكتب كود في مكان واحد وهذا الكود راح يطلع لك على كل المنصات ثنتين. طبعا الايونيك يطلع حتى منصتين زياده ما تكلمت عنهم منصه للويب وللويندوز. فعندك ويب ابلكيشن عندك فون او ويندوز فون وفي عندك اي او اس وفي عندك اندرويد كل الاربعه هذولي بكود واحد. يعني الكود هذا لما تكتب يطلع الاربعه واضح الفكره. ايونيك طبعا فيها بعض الغموض اكيد اذا كنت شخص ما تعرف التعامل مع انجولر تحديدا انجولر ها لان HTML و CSS موضوع بسيط. اذا كنت شخص ما تعرف الانجولر اول شيء تسوي تعلم انجولر ماشي. انجولر عباره عن انجولر جي اس اوكي عباره عن فريم ورك خاص بالجافا سكريبت ماشي. ظريف جدا سريع جدا واعتقد انه بسيط يعني جدا 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 اوكي. طبعا استخدام الانجولر اللي تعرفونه قبل انجولر كومبوننتس والشغلات هذه كويب اذا كنت شغال قبل على الانجولر ايونيك اساسا جت واخذت اغلب الاشياء الموجوده في انجولر واعطتك اياها كومبوننت جاهزه ماشي. اذا حاب تستخدم الانجولر واحده فقط ممكن تستخدمها يعني كانجولر ستاند الون الحاله. اذا حاب انك ما تستخدمها كانجولر اوكي لانه اغلب الكومبوننتس موجوده في الايونيك اصلا فما انت محتاج انك تتعب نفسك مع هذه. ولكن اذا حبيت تستخدمه كبيور انجولر تقدر برضه لانه هي بالنهايه انجولر. عقب التجربه مع ايونيك صراحه طلعت تطبيقات جميله سريعه ونيتف. لازم نتكلم عن موضوع نيتف ونركز على نيتف اوكي.
طبعا ليش نيتف؟ لانه انا بالبدايه كنت مترقب معقوله بيطلع نيتف، شلون بيطلع نيتف؟ لكن بعد ما سويت بيلد للابلكيشنز رحت فتحتهم على السويفت على الاكس كود على الاندرويد لقيتهم فعلا نيتف، لانهم بروجكت عاديات فاتحين هناك اكس ام ال وجافا وهنا عفش السويفت كله جاي. فبصراحة الموضوع ظريف جدا. في بعض الليميتيشنز، اقصد القيود موجودة اكيد يعني بالنيتف، اعتقد او كنت برمج نيتف بيكون الموضوع اسهل لك لانه مشوار شوي طويل عشان ما تسوي بالايونيك. ولكن فكر بموضوع الوقت، اذا بتسوي هنا نيتف بتسوي هنا نيتف، اتوقع الوقت بيكون اقل اذا اشتغلت على ايونيك بس. ماشي، هذه تجربتي ببساطة، طلعت بتطبيقات ظريفة، كل اشياء النيتف اللي احتاجها لقيتها زي ما قلت لكم، تحديد المواقع اللي هو الجي بي اس، لقيت الكاميرا، اشتغلت على اكثر من حاجه صراحه نيتف، الاستوريج والبلاوي زرقاء كل اشتغلت عليها، فاذا ما في اي مشاكل. ايونيك طبعا سهله جدا استخدامها، عجبني كثير موضوع الموقع في دوكيومنتيشن في كل شيء، يعني كانك داخل موقع، اذا طبعا لينكس داخل موقع ارتش لينكس، ارتش ويكي هذا تعتبر غنيه جدا بالضبط ايونيك لانه مشرحين كل حاجه. في غموض اقول لكم، اي في غموض بعض النقاط، ولكن اتوقع ان الشخص اللي بيتعلم بتوضح له بعض الامور. ما زلت انا اعتبر نفسي متوسط، ما بعد يعني وصلت مرحله انه متوسط متقدم او متقدم بالبرمجه حقت الايونيك. مع هذا شوف في مواضيع صارت سهله علي، هي مجرد كونسبت تغيره براسك كمبرمج، انه لما تشتغل هنا على ايونيك الموضوع مختلف عن نيتف، برضه بيشتغل ايونيك الموضوع مختلف تماما عن الويب، لانك لازم تشتغل على حاجه جديده يمكن ما قد اشتغلت عليها قبل. يعني ما الويب مثلا انت عارف لما تكون شغال على الباك اند بي اتش بي مثلا، انت مباشره قاعد تتعامل مع الباك اند، يعني ما انت محتاج اي شيء ثاني تسويه. ولكن مع التطبيقات ما تتعامل بشكل مباشر مع الباك اند، تتعامل مع اي بي اي، الاي بي اي هذه اللي تتعامل مع الباك اند، فشغلك بيكون اطول شوي. حتى اوضح لك الفكره اذا كنت ما تعرف اذا كنت مبرمج ويب، اذا كنت خلينا نتكلم عن بي اتش بي، لان برمج بي اتش بي انا بالبي اتش بي مثلا، اذا كنت تطور تطبيقات اتصالك مع الداتابيس بيكون انت مباشره متصل مع الداتابيس، بالتطبيق حقك هو مباشره متصل مع الداتابيس اللي هي بالسيرفر. فاذا كنت بتسوي اوثنتيكيشن اللي هو تصريح دخول للمستخدم معين، كل اللي تسويه عباره عن فورم ماشي HTML يحط اليوزر نيم والباسورد، بعدين ترسل هذا الفورم عن طريق البي اتش بي، تاكد ان بيانات فعلا موجوده بالداتابيس، اذا كانت صحيحه تقوم مخزن كوكي بسيشن، وبعدين يدخل هذا المستخدم لما يسوي لوج اوت. لكن اذا بتسوي هذا الكلام مع تطبيقات الويب هذا الكلام مختلف تماما. تطبيقات الويب تتعامل مع التوكنز، التوكنز عباره عن سترينج هالطول، ممكن هالطول حسب طوله ماشي. السترينج هذا او التوكن هذا الغايه منها فقط هو الاتي، انت لما يكون تسوي فورم الان عندك بالايونيك مثلا، البيانات هذه راح ترسل من الفورم على الاي بي اي، الاي بي اي هذه راح تاخذ البيانات هذه ثم تروح للداتابيس، اذا كانت البيانات صحيحه بترجع لك توكن، التوكن هذا تحفظه عندك في الجهاز اوكي لوكال، بحيث انه اذا حبيت تسوي اي ريكوست جديد مره ثانيه راح ترسل هذا التوكن على الاي بي اي ماشي، بحيث انك اذا بغيت تاخذ معلومات المستخدم مثلا عشان الاي بي اي تعرف انك شخص مصرح له في الدخول لازم ترسل هذا التوكن، التوكن هذا اذا كان صحيح يعطيك البيانات، اذا كان خطا ما بيعطيك البيانات. فالان تحول الموضوع من السيشن الى توكن. طبعا اذا كنت مبرمج بي اتش بي اكيد تعرف لارافيل، مع لارافيل موضوع التوكنز والاي بي ايز موضوع جدا بسيط، ممكن تستخدم جي دبليو تي وعيش حياتك هناك. هذه هي خلاصه التجربه، اتمنى انكم استفدتوا من الايونيك. اذا لقيت وقت اتوقع يعني انا اشوف ان ايونيك فعلا تستاهل انه احد يشرحها، فاذا لقيت وقت باذن الله راح اشرح لكم الايونيك. اتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس، وعذرا على الاطاله وعذرا برضو على الانقطاع، مشغول حبتين مبرمج. يلا نشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه. ما سكر.